مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل اللي معانا زي كل يوم اتنين فقره الموضه. النهارده هنتكلم في موضوع بيشغل كل سيده، ان ازاي تكوني انيقه، ازاي تعرفي تلبسي. الموضه بقت كتير قوي، الصفحات اللي على الفيسبوك اللي عن الموضه كتير جدا، اي حد عايز يعرف ازاي يلبس والموضه ايه، بقى سهل جدا ان هو يعرف، وازاي ان انت تنسقي كمان اللبس مع بعض، ده ما بقاش صعب، بس ازاي انك تختاري من الموضه الكتير، وازاي انك تختاري من الاشكال والالوان وكل الديزاينز اللي موجوده حاجه تليق مع شكلك ومع جسمك ومع كمان المناسبه اللي انت رايحاها، ده اللي هو احنا محتاجين نعرفه. النهارده معانا الستايلست اميره عبد المنعم، وتورينا ازاي نقدر ان احنا نلبس. صباح الخير يا اميره، منورانا. اهلا بيكي. اهلا بيكي اميره. طبعا الموضه دلوقتي بقت مفتوحه، بقت يعني كتير كمان، ومفيش حاجه ما بقتش ما اقدرش البسها، صح؟ واللبس اللي كان زمان ممكن الناس تقول ده يتلبس بالليل، بقينا نلاقيه بيتلبس الصبح خلاص، فالدنيا بقت مختلفه عن زمان، وتقدري تعرفي الموضه وتقدري تعرفي تلبسي ازاي كمان. المجال بقى واسع جدا، واي سيده تقدر يعني تطلع على ده، تختار الستايل اللي هي عايزاه. بالظبط كده. قولي لي بقى ازاي من كل اللي موجود ده اقدر اعرف اللي يناسبني. طبعا احنا دلوقتي الدنيا مفتوحه جدا، الانستجرام والفيسبوك، ما بقاش حد ما عندوش ثقافه، يعني ما بقاش حد مش شايف. بالظبط. كنا الاول زمان بننزل نروح على المحل نعرف الموضه ايه، لا دلوقتي احنا بنتفرج وبنشوف ونتفرج على فيديوهات، فبالتالي ما فيش موضه محدده. لا ممكن نقول في الوان، لكن كل بنوته او كل سيده بتعمل لنفسها دلوقتي ستايل معين. بالظبط كده. يعني مثلا لو قلنا ان الالوان السنه دي الجراي، النبيتي، الاسود في ابيض، كل واحده بتختار اللي بيناسب ليها وتبدا تلبسه في شكل بقى مختلف. اللي عايز تلبس دراس، اللي عايز تلبس سكيرت، اللي عايزه تلبس بنطلون كاجوال، كل ده بقى مفتوح. موجود بكل الاشكال اللي يناسب جسمي اختار على اساسه. طيب قولي لي يعني مثلا بدايه السيزون، مثلا بدايه الشتاء، بفتح دولابي ولا بنزل اشتري على طول، ولا بعمل ايه عشان اقدر ان انا اكون مبسوطه وحاسه ان انا يعني ماشيه برضو على الموضه، وان انا ما انزلش اشتري برضو حاجات زي اللي موجوده عندي، او ان انا اقدر اوفق يعني حاجات مع حاجات، اعمل ايه؟ اول لازم افتح دولابي، دي حاجه مهمه جدا. لازم اشوف ايه الالوان الاساسيه اللي طبعا كلنا عندنا، الاسود، الجراي، مثلا الابيض. طب انا اوريدي، طب انا ايه اللي ناقصني؟ لا ممكن احط البينك، ممكن احط الموف، ممكن احط، طب انا محتاجه احط الشميز، السنه دي موضه شميزات يبقى احط الشميزات، الفساتين موضه يبقى ازود فستان مثلا بشكل معين. لازم اعمل ميكس اند ماتش، ما ينفعش ابقى نازله اول الشتاء انزل اشتري كل حاجة اللي نازل. لا مش هينفع. تمام. لازم اعمل ميكس اند ماتش. والالوان ازاي اختار الالوان اللي تليق عليا؟ طبعا بصي كل واحده يعني في لون بيبقى محبب ليها، يعني طبعا الاسود ده حاجه ثابته جدا، بس انا بحب دايما الناس تكسر القاعده، يعني تلبس الوان على بعض، تعمل تركيبات كتيره. زي ايه على يعني مثلا انا بحب مثلا دلوقتي ما بقاش في، يعني ممكن تلبسي بنطلون جينز، يعني مثلا الصور اللي ظاهره معانا بصي كذا شكل، يعني الفستان، الكوت ممكن كمان يتلبس بشكل مختلف. بالظبط. الجاكيت الطويل مع حزام. بالظبط كل ده، والحزامه طالعه موضه كمان السنه دي جدا، على الكوت، على الجاكيت، على أي كل حاجه. يعني لو عندي حاجه ساده ممكن احط حزام فيه ستراس، احط حزام فيه جلد، احط اغير من شكل الحاجه تبقى حاجه شكلها جديد. تمام. فطبعا دي اشكال كتير قوي. البنطلونات الواسعه رجعت تاني موضه. يعني كده رجعت تاني موضه، وبتهيألي انها سهله ولذيذه يعني وبتطول وبتدي شكل حلو للجسم وعمليه لذيذه كده. تقدري تلبسيها. الهاي ويست رجع تاني موضه، بيرفع برضه، بيرفع وتقدري تلبسيه بكذا شكل. بالظبط. طيب كنت وده كمان بصي هنا بقى سكيرت وفستان، وانا عامله لك كولكشن، والبنطلون الواسع والبنطلون جينز. بصي ما بقاش فيه ستايل معين، تقدري كل الالوان تقدري تعملي منها كذا شكل. والكولونات كمان بقت موضه جدا كمان، اللي فيها الاستراس والحركات بقى دي كلها. دي ما ينفعش نستغنى عنها. يعني دي ما ينفعش نستغنى عنها لانها فعلا عمليه دلوقتي. يعني بالظبط، بتغير شكل اللبس خالص. خالص بتغير شكله. ده البنات دلوقتي بتقعد تعملها في البيت، يعني بتقعد تحط عليها الاسترس وبتقعد تشتغلها في البيت.
كنت بتتكلمي على الجينز قبل ما الصور تطلع. الجينز دلوقتي راجع الستريت طبعا تاني، او اللي هو مش السكيني ما فيش، اللي هو المام فيت بالظبط. راجع خلاص، راجع تاني. بصي برضو في الصور هنا الفرار والمهير والحاجات دي رجعت تاني، نقدر نلبسها. يعني كنا الاول يقول لا انا مش هقدر البس حاجه فيها مهير او شعر كتير بتتخن شويه، بتتخن. لا دلوقتي عادي، دلوقتي الاوفر سايز هو اللي موضه، هو الموضه. يعني اي حد مثلا عنده لبس اخته مثلا اتخن منه شويه يلبسه، مفيش مشكله بالظبط. فكل حاجه بقت متاحه، بس انا اقدر اعمل ازاي ميكس اند ماتش، يعني ازاي اقدر ابقى عارفه البس ايه في ايه بالظبط. بصي شكل برضو الفساتين زي ما انت بتقولي على الاوباك الكلون شكلها مختلف. فدي طبعا موضه وعمليه، في منها اشكال كتير جدا بالظبط. طيب قولي لي ايه، طيب دلوقتي واحده ده بقى اللي بقولك على تركيبه اللون. يعني هي لابسه ريه ابيض في اسود على البيتي على الجينز على الشوز عندها، يعني ما فيش قاعده ثابته، بس في الوان ثابته في الموضه، يعني الوان جديده. ايه يعني الالوان الجديده بتاعت السنه؟ يعني مثلا اقول النبيتي، الازرق، الكحلي، الحاجات الريه، الحاجات البيز خالص اللي ما فيهاش شغل. ما بقاش في يعني حاجه اقدر اقول لا هو ده اللون بتاع السنه دي، لا احنا عندنا الدنيا الوان كتير بالظبط. طيب لبس الجامعه الصبح يكون شكله ايه؟ انا احب جدا اللبس يبقى يعني بسيط جدا، يعني انا مش بحب البنت تبقى لابسه حاجات كتير فوق بعض، او هي بتبقى متخيله لما هتلبس حاجات مثلا كتير وعندها مشكله في جسمها هتداري. لا بالعكس، انت لو لبستي بنطلون جينز وعليه شميز او عليه تونيك او عليه مثلا كارديجان وتحتيه بادي طويل، سواء انت محجبه او مش محجبه ده عملي. السكيرت الطويله طلعت عملي، عمليه طبعا طالعه موضه، ولبستي عليها شميز برضو عمليه بالزبط. الكوت لو لبستي عليه بنطلون، كل حاجات وظفيها. الجاكيت الجينز كمان الاوفر سايز، الاوفر سايز طالع موضه جدا. الجلد طبعا عمره ما هينتهي بالزبط. هو موجود بالوانه، لو موجود عندك في الدولاب ممكن كمان يعني تخليه يعني شكله مختلف عن السنه اللي فاتت، عن الطريقه اللي هتلبسيه. انت دلوقتي متاح قدامك كل حاجه، بس انت حاولي ان انت تشوفي، يعني ما تقلديش، بس شوفي المناسب ايه ليكي. والاكسسوار بيغير كمان من بيغير شكل طبعا جدا. يعني في ناس انا اعتقد ان هي لما بتلبس اكسسوارز معين سواء ذهبي سواء فضي بيغير شكل اللبس كله. طيب ازاي بقى اقدر اعمل الميكس ده؟ يعني انا مثلا عندي جاكيت اسود في الدولاب اوكي خلاص، وعندي جينز وعندي سكيرت وعندي مثلا شورت مثلا، عايزه بقى اغير شكل الجاكيت ده البسه بكذا طريقه، قولي لي اقدر اعمل ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي زي ما انت بتقولي جاكيت وشورت الاثنين حلوين قوي، الشورت طالع موضه، ممكن البسه على اوباك على اللي هو الكلون ده، والبس عليه الجاكيت والبس تحتيه شميز، انا كده غيرت شكل، عملت ستايل طقم مع حلق مثلا طويل، مع حلق بالظبط. لو انا مثلا عندي فستان، الفستان دلوقتي بقى اشكاله كتيره جدا، ونزل رجع تاني سالبوتات والجامب سوت الواسع، كل الحاجات دي طالعه جديده مع الجاكيت الجلد برضه هلبسه هيبقى حلو، هيبقى حلو جدا. وعامل ده كله بجاكيت واحد. دايما وظفي دايما دايما الجاكيت لازم اوظفه على كذا حاجه. يعني يكون اسود ابيض، لا اسود هلبس عليه احمر، والابيض هلبس عليه لون تاني، هلبس يعني عليه موتار، وهلبس عليه الازرق، وهلبس بالزبط. عليه كل الالوان اللي موجوده عندي بالظبط. طيب قولي لي شكل الجينز دلوقتي زي ما احنا قلنا السكيني ما بقاش موضه، هو اصلا كان بيبوظ شكل الجسم، واللو ويست كان برضه بيبوظ، مش محتاج يعني مش بيليق على كل الاجسام. دلوقتي الهاي ويست رجع تاني، والكمان والستريت رجع تاني، بيظبط شكل الجسم. قولي لي برضه نقدر نلبسه ازاي؟ طبعا الهاي ويست ده انا بحبه جدا، وبحس ان هو عملي، يعني بحس ان هو مش بيقيد الجسم في حاجه. تقدري تلبسي عليه بادي، تقدري تلبسي عليه شميز، يعني هو شكله اصلا حتى لو لبستي عليه جاكيت قصير جاكيت طويل هيليق عليه. بس انت المهم ان انت تستخدميه يبقى حاجه موجوده عندك في الدولاب، لانه فعلا بيساعد ان هو بيداري ديفوهات كمان الجسم بالظبط كده. الجينز الستريت طبعا كلنا بنحبه، يعني ما كان بالنسبه لنا مريح، هنلبسه على هاي بوت، هنلبسه على هيلز، هنلبسه على كمان الكوتشز والحاجات السبورت، بقت موضه جدا كمان جداً. دلوقتي ان انت تقدري ان انت تخرجي بيها، مش بس دلوقتي تقدري تلبسي فستان هتلبسي عليه كوتشي بالظبط، بيبقى حلو جدا جدا كمان. فخلاص عندك يعني الفرايتي عندك بقت كتيره جدا ومتنوعه، وتقدري كمان تبقي مرتاحه وتكوني بالزبط. شيك، يعني تقدري تلبسي يعني شوز مريحه مع اي لبس انت بتحبيه، وهتكوني مرتاحه اكتر بالزبط. من الهيلز كمان، هو من انت بس يبقى عندك
لك ان انت تعرفي تنسقي الموضوع مع بعض. يعني ان انا اعمل ازاي ابقى لابسه طقم كويس وعينيا ما توجعش حد. يعني انا ليه اشوفك عينيا توجعني بالظبط؟ طب المحجبه مشكله موضوع الحجاب؟ لا مش مشكله، بس احنا كل ما يكون ابسط كل ما يكون احسن. لكن يعني الحاجات الكتير اللي على انت بتلفي طرحه ليه كتير؟ انت ممكن تلفي طرحه مره واحده، ممكن تلفيها اللي هي الستايل التركي ده كمان بقى حلو جدا. أصبن. ليه كتير؟ يعني ليه كتير دلوقتي كمان نزل، كنا الاول بنلبس هاي كول وعلي شميز، لا نزل الحاجات دي لوحدها بالظبط كده اقدر اشتريها لوحدها. فبالتالي دلوقتي كمان ستايل الطرحه اللي هي بتتربط من هنا بس شكلها حلو جدا، جداً. بس يعني مش محتاجه اي جداً. حاجه دبوس واحد وما فيش بقى باندانا وما فيش يعني ما تلبسيش شميز عليه كارديجان ومش عارفه عليه لا، وما البسش كله واسع في واسع عشان ابقى حاسه ان انا كده مداريه دي فوق جسمي، لا بالعكس. انا هشوفها برضو البس، بس البس صح بالظبط كده. طيب اميره انت نورتينا النهارده، واكيد يعني كتير من الساده المشاهدين استفادوا اكيد من الفقره بتاعتنا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اميره عبد المنعم ستايلست. شكرا يا اميره. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاكي بقى في قرارات نهارك سعيد.